السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح عن الـ Object Oriented Programming أو اختصارها الـ OOP اللي هي نسميها بالعربي البرمجة الكائنية. بالحقيقة أنا ما أحب أبدأ ببدايات النظرية لأنه أعرف أنه ما راح تفتهم أي شيء من الكلام النظري، لكن أنا مجبور أنه ننطي فد مقدمة بسيطة تكون نظرية عن الـ Object Oriented Programming. إذا هذا الفيديو راح يكون كله عبارة عن كلام نظري. بالبداية أنت كمبرمج تنظر لكل شيء في العالم من حولك على أنه Object. إذا أول شيء طلعنا بكلمة Object، كل شيء بالعالم من حولي أنا كمبرمج أنظر إليه على أنه Object. يعني مثلا اللابتوب هو عبارة عن Object، الموبايل هو عبارة عن Object، حتى مثلا الإنسان هو عبارة عن Object، السيارة هي عبارة عن Object، الحيوان هو عبارة عن Object. كل شيء من حولي في هذا العالم أنظر إليه أنا كمبرمج على أنه Object. إذن هذه النقطة الأولى نتفق عليها. هذا الـ Object لديه شيئين، الشيء الأول نسميه Attribute اللي هو الخصائص، والشيء الثاني نسميه الـ Actions اللي هي خلينا نقول الأفعال. إذن لكل Object Attribute خصائص و Action أفعال. مثلا لو نأخذ على سبيل المثال الإنسان هو Object، لديه Attribute مجموعة من الخصائص ولديه Actions مجموعة من الأفعال. مجموعة من الخصائص مثل شنو؟ مثلا Length الطول، هذه واحدة من خصائص الإنسان. كذلك مثلا Hair Color لون الشعر، ممكن يكون مثلا أسود أشقر أي لون آخر. إذا هذه مجموعة من الخصائص الـ Attribute. بينما الـ Actions الأفعال يعني مثلا نقول thinking التفكير، طريقة التفكير لهذا الإنسان، أو مثلا walking المشي، أنه كيف طريقة المشي، يعني انتظام حركة المشي شون أوصفها أنا، فهذه هي الأكشن. إذا هذا الإنسان كأوبجكت لديه attribute ولديه action. في البرمجة الattributes أمثلها بالفاريبل والaction أمثلها بالfunction. إذا الاتريبيوت أمثلها variable والاكشنز أمثلها بالفاكشن. طيب شلون يعني الاتريبيوت أمثلها variable؟ نأخذ مثال، يعني مثلا إحنا قلنا الهير كلر، الهير كلر هذه عبارة عن اتريبيوت، صفة من صفات الإنسان اللي هو عبارة عن object، أقصد يعني الإنسان اللي هو عبارة عن object. فبالتالي هذه الهير كلر شلون أمثلها؟ أمثلها variable. شلون يعني أمثلها variable؟ مجرد تكتب var ومن ثم هذا الفار نسميه مثلا hair color بهالصورة هذه، ومن ثم تحدد نوع مثلا string، ومن ثم تعطي قيمة يعني مثلا black بهالصورة هذه. إذا أنا أخذت واحدة من الاتريبيوت بالنسبة لي الأوبجكت ومثلتها بهالصورة هذه، إذا مثلتها بالفاريبل. بينما الأكشنز شلون أمثلها بالفاكشن؟ الأكشن هذه الأحداث الأفعال أحتاج إلى وصف إلها، فبالتالي أنا أوصفها بعدة سطور برمجية. هذا الشيء يتم عن طريق الفاكشن. يعني مثلا أنا أقول thinking بهالصورة هذه، فهذا أمثله بالفاكشن على اعتبار أنه بهذه الفاكشن تكون موجودة عدة سطور برمجية. إذا شو الفرق ما بين الاتريبيوت والاكشن؟ أنه الاتريبيوت الصفات إلها قيمة محددة، يعني مثلا من تقول الطول بالنسبة للإنسان، إما أنه طوله 160 أو 170 180 طول معين، هذا الطول أمثله variable نوع انتجر، هو عبارة عن رقم معين، إذا هو ما يقبل غلط أنه طوله فقيمة معينة محددة. نفس الحالة هير كلر ممكن يكون بلاك أو لون آخر. نفس الحالة مثلا خصائص أخرى، مثلا الجنس gender يكون إما male أو female، إذا هو ما يتقبل إلا قيمتين. نفس الحالة مثلا استخدام اليد، إما أن يكون أيمن أو أيسر، فهذه كلها خصائص تتقبل قيم محددة ما تقبل غلط. بينما الأكشنز هذه أحتاج إلى وصف، أنه أنا أجي أوصف هذا الفعل، أوصف هذا الحدث، فهنا أنا أحتاج إلى شيء اسمه الفاكشن. إذا بالدرس القادم راح نكتب أكواد بالبرمجة الكائنية.